فكر تدريبي. احنا قابلنا الاربع فرق يمكن باستثناء استراليا شويه كان عندنا شويه ارتياحيه في اللعب. او انت بطل افريقيا يا كابتن اشرف، بطل افريقيا ولكن ما بتلعبش بطريقتك، ما بتلعبش انت بتدافع. الناس مش متضايقه، بتدافع كل يعني المباريات بشكل فج يعني. لا يعني لو احنا متضايقين 100% 90% منهم مرتبطين بالاداء و10% مرتبطين بالنتيجه. يعني ما عنديش معنى ان انا العب قدام برازيل واخسر ويبقى الامر منطقي جدا بالنسبه لي. ما فيهاش مشكله. وخلي بالك ده هيرضي طموحاتنا على فكره. يعني هيرضي كمان الجماهير شويه انك بتلعب وبتؤدي وشكل لعبتنا كويس، خاصه انه عندنا فعلا مجموعه من اللاعبين مميزين جدا جدا في هذا الجيل. انت ليه بتقفل هذا الفكر على الناحيه الدفاعيه فقط؟ ليه؟ يعني انا مش قادر اصدق الحقيقه انه قابلنا البرازيل والارجنتين واسبانيا بهذه الطريقه من اللعب. انا شايف انه الحقيقه كابتن شوقي غريب، مع احترامي الكامل يعني، الفكر القديم ده كان لازم يتغير، كان لازم يكون عندنا استعدادات اقوى وافضل من كده، كان لازم نكون عندنا مواجهات مع مدارس مختلفه في الاستعداد لهذه البطوله، كان لازم يبقى عندنا فكر مختلف ومتطور عن كده. مش شرط ان كابتن شوقي غريب حصل على برونزيه قبل كده يكون متواجد في هذه البطوله، لا ده مش الحقيقه دي مش كره القدم. انت لازم يكون عندك فكر متطور عن كده. كره القدم اختلفت تماما في كل حاجه، في النواحي الخططيه والتكتيكيه والمهاريه وازاي تقابل الفرق زي البرازيل واسبانيا. كل فرق بتلعب بتحرر شويه دلوقتي، خلاص ما بقاش فكر الدفاعي البحت ده موجود في اي فرقه في العالم الحقيقه باستثناء. انا شايف الحقيقه منتخب مصر لعب في هذه البطوله بشكل غريب جدا جدا. كوت ديفوار رغم الخساره من اسبانيا في اخر مباراه ادوا بطوله، خساره ولكن ادوا بطوله مميزه جدا جدا، كسبان 2-1 في الدقيقه 90 ولا الدقيقه 91. هو ده التحرر، طالما عندك الخامات اللي انت بتتكلم عنها، طالما عندك القماشه وتقدر تشكل منها زي ما انت عايز، تقدر تلعب بالطريقه اللي انت عايزها، لان عندك الامكانيات وعندك الامكانيات البشريه الموجوده، امكانيات لاعبيه مميزه جدا جدا. ولكن الحقيقه للاسف الفكر التدريبي هو اللي بتكلم عنه دلوقتي. طيب، كان لازم تغير من ده عشان يكون عندنا بعد كده منتخبات تقدر تلعب بالطريقه اللي تناسبنا وتقدر ترضينا، وكمان على مستوى الاداء مش بس النتائج. طيب.